اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الاستابيليتي باستخدام الراوس هيرويتز كرايتيريا، وهناخد النهارده السبيشال كيسز، وعباره عن 2 كيسز، وهنغطي ما يقرب من 5 امثله عشان نفهم الموضوع بالتفصيل. عموما السبيشال كيسز، اول كيس بيقول لي ان عندي صف اول عنصر فيه بزيرو، وباقي العناصر اللي موجوده في الصف ده يا نون ريميننج تيرم، يعني تيرم او قيم مش موجوده، يا اما قيم موجوده ولا تساوي الزيرو. يبقى تاني، اول كيس ان انا عندي صف اول عنصر في الصف ده زيرو، وباقي العناصر اللي بعد الزيرو ده يا اما نون ريميننج تيرم، يعني ترمز غير موجوده، يا اما ترمز قيمتها لا تساوي الزيرو. يبقى الزيرو موجود في اول عنصر فقط في الرو. طبعا عشان نفهم الطريقه دي بالتفصيل تعال ناخده مثال عشان الامر يتضح. نبدا بمثال واحد، عندي معادله بالشكل ده، هي الكاركترستيك ايكويشن اللي هي مقام الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. اول حاجه مترتبه ترتيب تنازلي، المعاملات كلها موجوده، كل الحدود ناحيه الشمال. نعمل التيبل بتاعنا زي ما شرحنا في الفيديو السابق. نبدا باس تكعيب، يبقى اس تكعيب، اس تربيع، اس اس 1، اس اس 0. هنبدا بمعامل اس تكعيب اللي هنا يبقى بكام؟ 1. يبقى 1، اسيب اللي بعده، اخد اللي بعده اللي هو 1، خلاص كده قافل. هروح للي بعده الصف الثاني، انا اخدت الواحد، نروح للاثنين، يبقى ابدا باثنين، بعد كده ما اخدش اللي بعده، اخد اللي بعده باثنين. في اي حاجه ثانيه في المعادله؟ لا، نروح نجيب اس اس 1. المعاملات بتاعتها، المعامل اللي هنا بجيبه ازاي؟ زي ما قلنا، بفك المحددة في عكس الاتجاه، بقول 2 في 1 ناقص 1 في 2 على 2. احسبها لك دلوقتي، 2 في 1 اهو ناقص 1 في 2 على 2، حسبناها القيمة طلعت بزيرو. اجي هنا احط ايه؟ زيرو. تمام، هكمل الصف للاخر، هكمل الفك. طيب العمود الاول مع الصف اللي بعده، هل في صف بعده؟ لا، يبقى ما فيش حاجة هنا، ما تحط الزيرو، حطيتك للزيرو غلط بكيس مختلفة تانية. تمام، يبقى العمود ده مفيش حاجه هنا مع العمود ده، يبقى خلاص ما تفكش دي، يبقى العنصر ده مش موجود، يبقى ده الريميننج بتاعه مش موجود. هنا الصف ده اول عنصر فيه زيرو وباقي العناصر مش موجوده، يبقى دي كيس رقم 1. يبقى اول عنصر زيرو وباقي العناصر مش موجوده، لا يوجد لها قيمه. تمام، يبقى بالتالي ده ايه؟ كيس رقم 1. اعمل ايه؟ اشيل الزيرو ده واحط ايبسلون، قيمة بوزيتيف صغيرة جدا تقترب من الزيرو، يبقى الابسلون قيمة سمول جدا تقترب من الزيرو، وابتدي اكمل التيبل بتاعي عادي جدا. خلاص تعال اس اس زيرو، المعامل اللي هنا عبارة عن ايه؟ عن فكة المحددة اللي فوق منه. طب افكها ازاي؟ هنا العمود الاول، العمود الثاني، زي ما قلنا ده العنصر تحت منه مفيش حاجة، يبقى اخد الاثنين اسقطها على طول تحت، او تفكها برضو بالطريقة التقليدية، او الابسلون في كام؟ في 2 ناقص 2 في 0، ده مش موجود ما نحطش 0، بس تقول ان هو مش موجود يبقى 0، على ابسلون، على ابسلون هقسم على ابسلون. هنا القيمة هتطلع بكام؟ هتطلع المفروض عندك ب 2، القيمة المفروض هنا تطلع 2، سوري دي خطأ خليها 2، يبقى القيمة هتطلع بكام؟ ب 2. نروح للعمود الاول نحط الاشارات، الواحد موجب، الاثنين موجب، قلنا الابسلون هتبقى اشارتها ايه؟ موجبه، لان هي سمول بوزيتيف قيمته صغيره جدا تقترب من الزيرو بس موجب، يبقى الابسلون لوحدها هنا تبقى موجبه، الاثنين موجبه. في تغيير في الاشاره؟ لا مفيش تغيير، لكن ما تقدرش تقول على السيستم ستيبل. ليه؟ لان في زيرو هنا في الصف ده، السيستم عندي ربما ميبي يكون ستيبل. تعال نشوف مع بعض. قال لك عشان تعمل تتاكد ان السيستم ستيبل ولا لا عندك، هتبص للصف اللي فيه ابسلون، شايف الابسلون دي اللي هو الصف اللي فيه الزيرو، شايفه اشارته هنا دي، هتبص على الاشاره فوق منه وتحت منه. يبقى اروح للصف اللي موجود فيه الزيرو اللي هو الموجود فيه ابسلون فقط لوحدها، هبص على الاشاره فوق والاشاره تحت، لو ما حصلش تغيير في الاشاره فوق الصف ده، ما حصلش تغيير، لو كانت فوق موجبه وبقيت تحت موجبه، او كانت فوق سلبه وبقيت تحت سلبه، يبقى كده ما حصلش تغيير في الاشاره. يبقى الاشاره فوق ما حصلهاش تغيير لما نقلت لتحت، اللي تحت منه يعني، وبالتالي كده بيقول لك ان انت عندك جذرين على الجي اوميجا اكسس. طول ما الاشاره فوق الصف اللي موجود فيه الزيرو مع الصف اللي تحت منه ما حصلش فيهم تغيير للاشاره، يبقى عندي جذرين على الجي اوميجا اكسس. طب المعادله دي تكعبيه، يبقى عندي كام جذر؟ عندي 3، يبقى عندي جذرين على الجي اوميجا اكسس، والجذر الثالث في ناحيه الليفت، ناحيه الشمال. ليه يا باشمهندس قلت ليفت ما قلتش رايت؟ عشان ما فيش تغيير في الاشاره. طول ما فيش تغيير في الاشاره يبقى عندي الاشارات كلها موجبه اهي، يبقى ما عنديش جذر ناحيه اليمين. يبقى عندي السيستم
ما اقدرش اقول عليه ستيبل. ليه؟ قلنا في جذرين بولز او روتس موجودين على الجي اوميجا اكسس، وعندي جذر ناحيه الشمال في الليفت هاند سايد او الليفت هاف بلين، خلاص يبقى السيستم ده يطلق عليه كريتيكال ستيبل، كريتيكال وليست ستيبل. ركز معايا كده، هي المعادله اصلا تكعيبيه زي ما انت شفتها اهي، ممكن احللها بالاله. تعال نحللها بالاله. طلعت كام قيمه؟ 3 قيمه عن سالب 2 ناحيه الشمال، وعندي قيمتين على الجي اوميجا اكسس سالب وموجب جي زي ما توقعنا بالظبط بالراو ستيبل. نروح لمثال 2. اول حاجه هنعمل التيبل، اعلى باور تكعيب يبقى تكعيب تربيع اس 1 اس 0. معامل اس تكعيب بكام؟ بواحد. هاخد المعامل اللي بعده، اسيب السالب 3 واخد الاثنين وتحط هنا 2. غلط. ليه؟ اتخدعت هنا. انا قايل لك لازم المعادله تبقى مترتبه ترتيب تنازلي، اس تكعيب اللي بعدها اس، هل دي مترتبه ترتيب تنازلي؟ لا غلط. يبقى اقول اس تكعيب بعدها اس تربيع، طب ومعاملها يبقى بزيرو، سالب 3 اس زائد 2. كده انا رتبتها ترتيب تنازلي، كل المعاملات موجوده كل الحدود ناحيه الشمال. يبقى كده انا خدت الواحد اللي بعده الزيرو اسيبه، لا اخد السالب 3 احط هنا سالب 3. في حاجه تاني؟ لا خلاص كده اقف، اروح اللي تحته. الواحد خدته، يبقى المره الجايه اخد الزيرو، يبقى اخد احط هنا ايه؟ الزيرو. اسيب اللي بعده اخد الاثنين. تمام. هبتدي افك المحدده دي، بس قبل ما تفك بص الصف ده في زيرو في اول عنصر، الصف ده في زيرو في اول عنصر. طب العنصر اللي بعده نون زيرو، يعني قيمته تبقى موجبه سالبه مش فارقه معايا، بس في زيرو عندي في اول عنصر، يبقى دي كيس رقم واحد، يبقى لازم اشيل الزيرو ده احط ايبسلون مكان. يلا نفك مع بعض. اقول ايه؟ ايبسلون في سالب 3 ناقص 1 في 2 على ايبسلون. انا فكيتها لك هنا اهي، هتخلصها طبعا، طلعت بالترم ده، اعوض بالترم ده هنا. يلا كده همسك العمود ده مع اللي بعده، مفيش عمدان بعده، يبقى مفيش حاجه هنا، خلاص مفيش حاجه هنا. نروح للعنصر اللي عند اس 0، اس 0 هنا هفك المحدده اللي فوق منها، المحدده اللي فوق منها العمود الثاني في عنصر هنا تحت منه فاضي، يبقى العنصر الاثنين ده ينزل مباشره هنا. او اعمل ايه؟ فك المحدد، هقول ده في ده ناقص ايبسلون في 0 على ده، طبعا هتفكها بقى الموضوع صعب شويه، المهم تطلع باتنين. بعد ما احنا فكناها نروح نشوف الاشارات. الواحد موجب، الابسلون موجبه زي ما قلنا. طب هنا دي مش عارف احسبها، يبقى تاخدها بالاله وتعوض عن ابسلون بواحد من الف، يبقى حط المعادله دي على الاله وعوض عن ابسلون بواحد من الف، اضرب سالب 3 في واحد من الف ناقص 2 على واحد من الف. في النهايه بالاله الاشاره هتطلع سلب، لان السالب 2 اكبر بكتير من سالب 3 ابسلون، فبالتالي الاشاره هتطلع سلب. المهم تعوض بالآلة تطلع بسالب، عندك الاثنين موجب. ركز معايا كده، حصل تغيير في الإشارات؟ يبقى السيستم على طول انستيبل طول ما حصل تغيير في الإشارة. تعال نشوف الجذور اللي موجودة ناحية اليمين، كام جذر وكم جذر ناحية الشمال وكم جذر على الجي أوميجا أكسس. ركز معايا كده، الموجب بقيت سالب والسالب بقيت موجب، يبقى عندي كام تغيير في الإشارة؟ تغييرين. يبقى عندي كام جذر ناحية اليمين؟ جذرين. عدد مرات التغيير بيساوي عدد الجذور ناحية اليمين، يبقى عندي جذرين. المعادلة دي إيه؟ تكعيبية. يبقى عندي جذرين ناحيه اليمين، في جذر ثالث ناقص، يا ترى مكانه فين؟ ركز معايا كده، هنروح للصف الموجود فيه الابسلون اللي هو في الزيرو ده، الاشاره فوق منه موجب، الاشاره اللي تحت منه سالب، حصل تغيير في الاشاره، يبقى ما فيش جذور على الجي اوميجا اكسس. تاني هروح للصف ده اللي موجود فيه الزيرو، الاشاره فوق منه موجب، الاشاره اللي تحت منه سالب، حصل تغيير في الاشاره، طول ما حصل تغيير في الاشاره فوق منه واختلفت عن تحت منه، يبقى كده مفيش جذور على الجي اوميجا اكسس، يبقى الجذر موجود فين؟ التالت ناحيه الشمال. يبقى كده السيستم انستيبل، عندي جذرين ناحيه اليمين وجذر ناحيه الشمال، ومفيش جذور على الجي اوميجا اكسس. مباشره لو انت عندك المعادله بالشكل ده، لو فيها ترم سالب، يعني المعاملات دي كلها عندك، لو في معامل منها سالب يبقى السيستم انستيبل على طول، او في ترم عندي مش موجود زي الاس تربيع يبقى السيستم برضو انستيبل مباشره من غير ما اعمل التيبل. يبقى هعمل التيبل عشان اتاكد واشوف عدد الجذور موجوده ناحيه اليمين وعدد الجذور موجوده ناحيه الشمال وعدد الجذور موجوده على الجي اوميجا اكس. لكن مباشره لو بصيت للكاركترستيك ايكويشن ولقيت اشاره سالبه لترم منهم يبقى السيستم انستيبل، ولقيت ترم من الترمات مش موجود، مش موجود خلي بالك، يعني هو هيبقى موجود والمعامل بتاعه بزيرو، يبقى كده السيستم انستيبل برضه. ولو خدنا المعادله التكعيبيه حللناها هيطلع الجذر عند السالب 2 ده ناحيه الشمال، هيبقى عندي جذرين ناحية اليمين مكررين قيمتهم بواحد، يعني واحد وواحد دول ناحية اليمين، يبقى جذرين ناحية اليمين زي ما احنا توقعنا بالراوس. هروح كده للمثال رقم 3،
مديني السيستم بالشكل اللي قدامك ده وبيقول لك اعمل تشيك للاستابيلتي باستخدام الراو ستيب. ده عباره عن كلوزد لوب، وانا بشتغل على الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن يونيتي فيدباك. يبقى الكلوزد لوب هتطبق القانون اللي خدناه قبل كده كتير، يا اما اخد البسط بواحد، اخد المقام زي ما هو واجمع عليه البسط اللي فوق ده هنا، يطلع دي هتفك دي هتاخد المقام تفكه، يبقى هو الكاركترستيك ايكويشن. يبقى هو الكاركترستيك ايكويشن، كل الترمات موجوده مترتبه ترتيب تنازلي، كل الحدود ناحيه الشمال. يبقى ابتدي اعمل التيبل عندي. هعمل التيبل ازاي؟ يبقى اس اس 5 احطها ازاي؟ احطها هنا، ركز معايا كده، اس 4 اس 3 اس 2 اس 1 اس 0 هنا. يبقى اس اس 5 الاثنين تتحط في الاول، بعد كده اسيب الثلاثه اخد الاثنين، اخد بعد كده الاثنين اللي هنا، مفيش حاجه تاني. هروح بعد كده هنا اخدت الاثنين اخد الثلاثه، الثلاثه اسيب الاثنين اخد الثلاثه، بعد كده اخد الواحد افك دي. يلا 3 في 2 ناقص 2 في 3 تطلع بكام؟ فك دي تطلع بزيرو. تمام، طلعت بزيرو اهو. ما توقفش وتقول دي كيس واحد، غلط، لازم تخلص الصف للاخر. اخلص الصف للاخر، هضرب 3 في 2 ناقص 2 في 1 على 3، تطلع القيمه دي 4 على 3، القيمه اللي هنا طلعت 4 على 3. تمام، خلي بالك كنت بفك بالعمود الاول. في حاجه تاني، العمود ده مع العمود اللي بعده ما فيش، يبقى سيبه فاضي. بص كده، هنا اول عنصر بايه؟ بزيرو، والعنصر اللي بعده نون زيرو، يبقى دي كيس رقم واحد. يبقى اشيل الزيرو ده احط ايبسلون. يلا كده الايبسلون عشان اجيب الترم اللي هنا، اعمل ايه؟ اضرب ايبسلون في 3 ناقص 3 في 4 على 3 واقسمها على ايبسلون. انا حسبتها لك هنا تطلع بالقيمه دي. العمود ده مع العمود اللي بعده، طول ما انا قلت لك العمود ده مع العمود ده، خلي بالك عشان تجيب العنصر اللي هنا، العمود ده مع العمود ده عشان نجيب العنصر اللي هنا، طول ما العمود ده تحت منه كان فاضي ما فيهوش حاجه، يبقى ممكن اخد الواحد مباشره اسقطه. يبقى اخد الواحد اسقطه تحت هنا، تمام، زي ما انا عملت كده. انا عايز العنصر اللي هنا عند اس اس 1، عايز الترم اللي هنا، اضرب ايه؟ افك المحدده اللي فوق منه، اضرب ده في ده ناقص ده في ده على ده. انا فكيتها لك هنا ناحيه اليمين اهو، هسميها دي واحد. طب دي واحد، انا عايز الاس اس 0 هنا الترم ده، افك المحدده اللي فوق منه. طب ما الواحد ما تحتوش حاجه، يبقى سقط الواحد على طول. خلي بالك اس اس 1 دايما العنصر بتاعها بيبقى عنصر وحيد، اس اس 0 دايما عنصر وحيد. نحط الاشارات، يلا الاثنين موجبه، الثلاثه موجبه، الابسلون موجبه، دي هتتلخبط فيها هحط ابسلون 1 من 1000، 1 من 1000 عوض بالاله، طلعت بسالب. الدي واحد فينها اللي هو الترم ده، عوض بابسلون 1 من 1000، 1 من 1000 يعني 0.001، وعوض في المعادله دي. احسب الاشاره اللي طالعه، شوف الاشاره اللي طالعه هل لها موجب؟ الواحد ده اشارته موجبه. حصل تغيير في الاشاره، يبقى السيستم على طول انستيبل. انستيبل يبقى كل الترمات عندي موجوده والاشارات بتاعتهم موجبه، دي مش معناها السيستم ستيبل، لا لازم اعمل تشيك. ركز معايا كده، الموجب قلبت سالب والسالب قلبت موجب، يبقى الاشاره اتغيرت مرتين. يبقى عندي جذرين ناحيه اليمين. هنا المعادله ايه؟ معادله اس 5، اس 5 يبقى عندي خمس جذور، منها اثنين ناحيه اليمين، فاضل ثلاثه. الثلاثه دول قد يكون منهم جزء ناحيه الشمال وقد يكون جزء منهم على الجي اوميجا اكسس. ركز معايا كده، هروح للصف اللي موجود في الزيرو، اللي هو الزيرو ده اللي هو انا لغيته، الصف ده هبص على الاشاره فوق منه موجب، الاشاره اللي تحت منه سالب. حصل تغيير في الاشاره، يبقى عندي مفيش جذور على الجي اوميجا اكسس، مفيش جذور على الجي اوميجا اكسس، يبقى الثلاثه ناحيه الشمال. يبقى عندي اثنين ناحيه اليمين وثلاثه ناحيه الليفت هاف بلين، يبقى كده الخمسه. سبيشال كيس رقم 2، هنا مش بيبقى أول عنصر في الصف زيرو، لا ده الصف كله بيبقى زيرو، الصف كله بيبقى زيروس. ركز معايا كده، الصف كله زيروس، دي ليها طريقة مختلفة في الحل. أول حاجة، طول ما قال لك الصف عبارة عن زيروس، الصف كله زيروس، قال لك معناها كده ممكن يكون عندي جذرين حصل لهم ميرور أو متشابهين حوالين الجي أوميجا أكسس، بمعنى لو القيمة دي واحد تبقى دي سالب واحد. يبقى عندي جذر ناحيه اليمين بس في واحد ناحيه الشمال ميرور ايدنتيكال، بس الاختلاف في الاشاره، هنا مثلا سالب واحد هنا يبقى موجب واحد. او ممكن يحصل ميرور عندي على محور السيجما اللي هو محور مين الريال، يبقى واحد فوق وواحد تحت بس على الجي اوميجا اكسس، يبقى ده مثلا موجب وده سالب. او ممكن يبقى عندي ميرور على الريال وميرور على الماجينري، الاربع قيم اللي انت شايفها دي هيبقى ميرور على الريال والماجنر عندي، يبقى ممكن يبقى حاله من الثلاثه او ممكن يبقى ميكس ما بينهم. ميكس يعني ممكن يبقى الحاله دي ودي مع بعض في المساله، الحاله دي ودي مع بعض في المساله. ممكن تبقى كل حاله منفرده، ممكن تيجي في المساله كل حاله منفرده، او ممكن يبقى ميكس ما بينهم. عموما تعالى نشوف المساله بنحلها ازاي. عندنا كاركترستيك ايكويشن بالشكل ده، هو عايز يعمل شكل الاستابيلتي. يلا نعمل الراو ستيبل اس اس 5 ونبدا ننزل الباور لغايه ما نوصل للاخر. اس اس 5 اول معامل بتاعها بواحد، هلغي ده واخد ال 24.
الغي ده واخد السالب 25. نروح بعد كده ايه، خدت الواحد يبقى اروح للاثنين، الغي ال 24 واخد 48، الغي ده واخد السالب 50. بص كده المعادله فيها ترمات سالبه، طول ما فيها ترمات سالبه السيستم انستيبل على طول، انستيبل. يلا كده انا خلصت المعادله في اول صفين، افك المحدده ازاي؟ اقول 2 في 24 ناقص 1 في 48 على 2 طلعت بزيرو. كمل الصف للاخر، العمود الاول مع العمود ده يطلع العنصر اللي هنا، العنصر اللي هنا ده اجيبه ازاي؟ اقول 2 في سالب 25 ناقص 1 في سالب 50 على 2، ما تغلطش عوض صح، تطلع بزيرو. العمود ده مع اللي بعده مفيش خلاص، يبقى عندي الصف عباره عن 2 زيروز، يبقى دي كيس رقم 2. اعمل ايه؟ لا ما اشيلش الزيرو اعوض بابسلون هنا، لا غلط. يعمل ايه؟ الصف اللي فيه الزيرو يبص على الصف اللي فوق منه، الصف اللي فيه الزيرو يبص على الصف اللي فوق منه، ياخد المعادله بتاعت الصف اللي فوق منه يسميها الاوكزيلري ايكويشن، ياخد الصف اللي فوق منه يسميه اوكزيلري ايكويشن. الصف اللي فوق منه بادئ باس اس 4، يبقى المعامل يبقى 2 اس اس 4، اس تكعيب ما خدهاش، يبقى 48 اس تربيع، وده يبقى الحد المطلق. زي ما انت عملت التيبل، لما انا اخد قيم من التيبل اشتغل بنفس الطريقه، يبقى الاثنين مع اس اس 4، اس اس تكعيب ما خدهاش، يبقى 48 اس تربيع، وده الحد المطلق. هتتلخبط، بص هتبدا ب 2 مضروبه في اس اس 4، بص كده من فوق 2 اس اس 4 اخدها، الترم اللي بعده ما اخدوش اخد الترم ده، اللي بعده ما اخدوش اخد ده، تطلع المعادله دي. اعمل ايه بعد كده؟ دي اسمها الاوكزيلري ايكويشن. امسك المعادله دي افاضلها بالنسبه لاس، افاضل المعادله دي بالنسبه لاس، هتفاضل دي بالنسبه لاس، تطلع بالشكل ده. هاخد القيم دي اسقطها مكان الصف اللي فيه زيروس، يعني 8 اس تكعيب، بص هنا بدا باس تكعيب، اخد احط ال 8 هنا، اللي بعده اس تربيع مش موجوده، اللي موجود اس، يبقى 96 دي اخدها احطها هنا، فاهمين؟ هعمل ايه بعد كده؟ ابتدي افك المحدده طبيعي، اضرب 8 في 48 ناقص 2 في 96 واقسمها على 8 يديني العنصر اللي هنا، يطلع ب 24 احط ال 24 هنا. يلا كده العمود الاول مع العمود ده عشان اجيب العنصر اللي هنا، العمود ده مع العمود ده، قلنا العمود ده تحت منه ما فيش، يبقى السالب 50 اسقطها تحت على طول مباشره هنا. بقيت عندي محدده، يبقى اس اس 1 العنصر اللي هنا اجيبه ازاي؟ افك المحدده دي، يبقى اقول 24 في 96 ناقص 8 في سالب 50 على 24، انا حسبتها لك هنا طلعت 112.7. العنصر اللي هنا ده افك ازاي بالمحدده اللي فوق منه؟ شايف العنصر ده تحت منه ما فيش حاجه، يبقى نزله على طول سالب 50. 1 تبقى موجب، ال 2 تبقى موجب، 8 بقى اشارته موجب، ال 24 موجب، ال 112 موجب، السالب 50 سالب. حصل تغيير في الاشاره يبقى السيستم على طول انستيبل. شوف المعادله دي في ترم السالبه، يبقى قلت لك طول ما في ترم السالبه يبقى السيستم على طول انستيبل. تعال نشوف عدد التغيير في الاشاره، يبقى عندي تغيير واحد في الاشاره، عندي ايه؟ تغيير واحد في الاشاره، يبقى عندي السيستم انستيبل وعندي جذر ناحيه اليمين واحد، جذر واحد ناحيه اليمين، هما كام جذر؟ اسس 5، يبقى المفروض 5 جذور، يبقى انا عرفت في جذر ناحيه اليمين، طب باقي الجذور فين؟ اروح للاوكزيلري ايكويشن عشان اجيب باقي الجذور. الاوكزيلري ايكويشن دي هي المعادله المساعده، بعد ما اخدها هبتدي احللها، هقسم المعادله على 2 الاول. اقسم المعادله على 2 عشان اتخلص منها. هتمسك المعادله دي تحللها، تحللها ازاي؟ هتقول لي يا باشمهندس دي صعبه، اقول لك لا، اس اس 4 واس تربيع، اعتبر اس اس 4 كانها اس تربيع واس تربيع كانها اس، بقت معادله تربيعيه. حطها على الاله، طلع القيم، هتطلع كم قيمه؟ قيمتين. هتروح تفتح قوسين، هتحط هنا بدل اس تبقى اس تربيع، او الاس تربيع ناقص القيمه اللي طلعتها من الاله، القيمه الاولى. القوس الثاني اس تربيع ناقص القيمة التانية اللي طلعتها من الآلة، يبقى تاني هتدخل المعادلة دي على الآلة كأنها معادلة تربيعية، يعني دي تحطها اس تربيع ودي تحطها اس، تحلل دي، على الآلة هيطلع قيمتين، أفتح قوسين، هنا طول ما اس أس 4 تبقى اس تربيع، تبقى اس تربيع، أقول اس تربيع ناقص ناقص القيمة اللي طلعتها الأولى من الآلة، اس تربيع ناقص القيمة التانية اللي طلعتها من الآلة، تحطهم بين قوسين وتساوي زيرو، يبقى القوس ده بيساوي زيرو والقوس ده بيساوي زيرو. اخد القيمه الاولانيه بتساوي زيرو، يبقى اس تربيع بسالب 25 واس تربيع بتساوي 1. احلل دي، سالب 25 دي لما اجيب لها الجذر تبقى ايه؟ سالب وموجب، ال 25 تبقى 5 وعشان السالب بقت جي، عشان السالب بقت جي، وال 25 تبقى سالب وموجب 5. اس تربيع بيساوي 1، يبقى تحللها تبقى سالب وموجب 1 لان دي اس تربيع، يبقى عندي كام جذر دول؟ 4. ركز معايا كده، في جذرين على الجي اوميجا اكسس، في جذرين على الجي اوميجا اكسس، وفي جذرين واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، وايدنتيكال يعني سيمتريكال حوالين الجي اوميجا اكسس، يبقى سيمتريكال حوالين الجي اوميجا اكسس، دي القاعده اللي انا قلتها لك. وفي جذرين على الجي اوميجا اكسس طبعا موجودين على الجي اوميجا اكسس، معروف طبعا ان هو سيمتريكال حوالين الريال. يبقى ركز معايا كده، عندي جذر ناحيه اليمين فين هو؟
فين الجذر ناحية اليمين؟ اللي هو موجب واحد، وعندي جذرين على الجي اوميجا اكسس، يبقى دول ثلاثة، هما أصلا كام؟ خمسة، يبقى فاضل الاتنين، الاتنين دول فين؟ ناحية الشمال، يبقى الاتنين باقيين ناحية الشمال، يبقى السيستم انستيبل. عندي جذر ناحية اليمين عشان في تغيير وحيد في الإشارة، عندي اتنين على الجي أوميجا أكسس جاي من التحليل، والباقي يبقى فيه اتنين ناحية الشمال. ناخد مثال تاني عشان الموضوع يتضح. كلوزد لوب ترانسفير فانكشن بالشكل ده مديها لك جاهزة، شكرا. بيقول لك اعمل الراوس ستابيليتي كرايتيريا. هاخد المقام اساويه بالزيرو، دي اسمها الكاركترستيك ايكويشن، المعاملات كلها موجوده ومترتبه ترتيب تنازلي وكل الحدود ناحيه الشمال. نعمل التيبل، يبقى اس اس 5 عندي، اس اس 4 تكعيب تربيع 1 0. نبدا هنا اس اس 5 معاملها بواحد، اسيب اللي بعده يبقى اخد 6، اخد 8. هنا الصف الثاني بديت بواحد، ابدا ب 7، يبقى 7 42 56. كل الحدود موجبه، يبقى السيستم ستيبل. لا غلط، لازم اعمل تشيك بالتيبل. هبتدي افك المحددات، افك المحدده الاولى تطلع عندي بزيرو، افك المحدده الثانيه اضرب دي في دي ناقص دي في دي على 7 تطلع عندي بزيرو. خلصت كده الصف، اخلص الصف الاول. في حاجه تاني؟ العمود ده في ده مفيش حاجه، يبقى الصف ده كله زيروز، زيروز يبقى كيس رقم 2. يبقى ابص على ايه؟ ابص دايما على الصف اللي فيه زيروز، اخد الصف اللي فوق منه، يبقى ده اسمه الاوكسيلري ايكويشن. هبدا ب 7 اس اس 4، يبقى 7 اس اس 4 ابدا بيها من هنا، يبقى اسيب ده اخد ده، اسيب ده اخد ده، اخد المعادله دي امسكها ايه افاضلها. لما افاضلها ركز معايا كده، اس تكعيب اس، هنا اس تكعيب، يبقى اخد ال 28 احطها مع اس تكعيب هنا. بعد اس تكعيب عشان اعمل التيبل كنت بلغي الاس تربيع وهي مش موجوده اصلا، يبقى خلاص كده اخد ال 84 احطها بعدها، يبقى هنا هيبقى ال 28 وهنا ال 84. ابتدي افك المحدده عادي، نفك ده في ده ناقص ده في ده على ال 28، حسبتها لك اهو ب 21، حط هنا 21. ابتدي اعمل ايه بعد كده؟ العمود ده مع العمود ده، تمام؟ هيبقى عندي ايه؟ مباشره ال 56 تنزل تحت، تحط هنا. هبتدي بعد كده افك العمود ده، اضرب ده في ده ناقص ده في ده على ال 21، حسبتها لك طلعت 9 وتقريبا 3 من 10، طلعت هنا. شايف العنصر اللي هنا؟ يبقى افكه بالمحدده اللي فوق منه، اسقط ال 56 على طول. نحط الاشارات، موجب 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 موجب. هتقول لي الاشارات ما حصلش فيها تغيير، السيستم ستيبل. اقول لك استنى، في صف فيه اتنين زيروز، يبقى دي السيستم ما اقدرش اقول عليه ستيبل رغم ان ما حصلش تغيير في الاشاره. كلمه ما حصلش تغيير في الاشاره يعني ما فيش جذور ناحيه اليمين، ما فيش جذور ناحيه اليمين. قد يكون في جذور على الجي اوميجا اكسس، يبقى ما تقدرش تقول على السيستم ده ستيبل. اروح اعمل تشيك ازاي؟ من الاوكسيلري ايكويشن، الاوكسيلري ايكويشن، امسك المعادله دي الاوكسيلري اهي اللي هي البي اوف اس، اقسم على 7 الاول عشان ايه ابسطها. هتاخد دي هتحللها تحليل عادي، اعتبرها تربيع واعتبر دي اس 1، حللها بالاله، دخل دي على هيئه معادله تربيعيه بالاله. خد اس تربيع ناقص الحد الاول او الجذر الاول اللي هيطلع لك، اس تربيع ناقص الجذر الثاني. يلا اس تربيع هنا بتساوي كام؟ سالب 4، اس تربيع بتساوي سالب 2، خد دول هات لهم مين؟ الجذر، يعني سالب 2 هات لها الجذر تطلع ايه؟ السالب تطلع لك جي، الاثنين تبقى سالب وموجب جذر 2، الاربعة سالب وموجب 2 والسالب تطلع جي. يبقى عندي كام جذر؟ أربعة أهو، أربع جذور. هتلقى الأربع جذور على الجي أوميجا أكسس، جي أوميجا أكسس، يبقى عندي أربعة على الجي أوميجا أكسس وما كانش عندي جذور ناحية اليمين لأن ما فيش تغيير في الإشارة، يبقى الطبيعي الخامس يبقى فين؟ في الشمال. يبقى عندي جذر على الشمال وعندي أربعة على الجي أوميجا أكسس، يبقى السيستم ده ما أقدرش أقول عليه ستيبل، ده اسمه كريتيكال ستيبل أو مارجينالي ستيبل. أتمنى يكون الفكرة وضحت. عندي ملاحظة صغيرة، دايماً أو في الغالب، في الغالب معظم المسائل هتلقى دايماً الزيروز بتحصل مع صف الباور بتاعته فردي، يبقى الزيروز في كيس 2، أنا بتكلم على كيس 2، الزيروز اللي موجودة في الصف دايماً بتبقى مع الباور الفردي. اس اس 5، اس اس 7، اس اس 1، ما ينفعش مع اس اس 1 طبعا. ليه؟ اس اس 1 هنا بيبقى عنصر واحد، هتجيب زيرو من هنا فين؟ مفيش، ما ينفعش. يبقى تبقى مع اس اس 3، اس اس 5، اس اس 7، ودايما دايما الاوكسيلري ايكويشن بتبقى الباور بتاعتها زوجيه، زوجيه، باكد تاني تبقى زوجيه، يعني اس اس 4، اس اس 6، اس اس 8، ما تنفعش تبقى اس تربيع لان قلنا اس تربيع معناها ان اس 1 فيها زيروز، ما ينفعش يبقى فيها زيروز لان اس 1 مع عنصر واحد، ما ينفعش تحط 2 زيرو فيه. وبكده خلصنا الكيسز، الاثنين كيسز، وغطينا امثله كتير ما يقرب من 5 امثله.
طبعا فاضل ان انا ازاي اعمل بالراو ستيبل ديزاين للكنترول، ان في عندي جين انون عايز الرينج بتاع الجين ده اللي حقق لي ان السيستم يبقى ستيبل. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.